تقدم بخالص الشكر والتقدير لقيادات الجامعة بدءا من رئيس الجامعة الذي نعتز به كراعي للتعليم العالي وأيضا كل المستويات التعليمية في محافظات الصعيد، فله كل الشكر والتقدير على رعايته الكريمة لمؤسسات التعليم العالي وجامعة جنوب الوادي في محافظات جنوب الصعيد. أيضا كل الشكر والتقدير للسادة النواب وأعضاء التدريس وأبنائنا الطلاب والعاملون بالجامعة. فيما يتعلق بأهداف المنتدى، هو أولا لي أهداف على المستوى القومي، لأن ده توجه من قبل الدولة، وبالتحديد بدأت فعاليات هذا المنتدى من منطلق فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث نادى بأن عام 2016 عاما للشباب، وبالتالي لي أهداف على المستوى القومي ولي أهداف على مستوى السياسي ولي أهداف على المستوى الاقتصادي ولي أهداف على المستوى الاجتماعي، ومن ثم لي أهداف على مستوى الشباب أنفسهم، لأن بدون الشباب لن تنهض الأمم، فما بالك في مجتمعنا المصري اللي غالبيته من الشباب. فالشباب بيمثل طاقة يجب استثمارها وتوجيهها، ليس عن طريق الشعارات فقط، إنما عن طريق البدء في الحوار معهم، وبالتالي تحويل الحوار معهم إلى برامج قابلة للتنفيذ. وإحنا في جلسة النهاردة عن الإعلام وتمكين الشباب حنحول هذه التوصيات والمقترحات من الشباب ومن الإعلام الكبير، حنحولها إلى جانب إجرائي، وبالتالي إحنا ملزمين بإرسالها إلى وزارة التعليم العالي. كيف ترى حضرتك استقبال المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بقناة لشيخ الإعلاميين فهمي عمر؟ طبعا حضراتكم انتم شفتوا الاستقبال نفسه، ده شرف لأي مؤسسة تعليمية أو مؤسسة جامعية أن تلتقي برجل يمثل قدوة ومثل طيب، قدوة ومثل طيب للشباب ككل، قدوة ومثل طيب أيضا للإعلاميين اللي هم الشباب، من صحفيين من مذيعين من برامج تلفزيونية زي حضراتكم صدى البلد والقناة التامنة وغيرها، وبالتالي هو بيمثل قدوة ومثل طيب، وأيضا النهارده غرس فينا روح المبادئة والطاقة الشابة. رسالة أخيرة بتوجهها للشباب. الشباب طاقة يجب استثمارها، علينا كمسؤولين أن نتيح لهم الفرصة لاستثمار قدراتهم وتوجيهها الوجهة السليمة، وأيضا الشباب يجب أن يكون متفتح وفاهم للقيم الدينية وفاهم للقيم المجتمعية، لأن ما يحدث من حولنا على مستوى العالم يجب أن نكون مدركين وأن نكون واعين وأن نرفع شعار الوطنية، حيث هو الشعار الأهم في المرحلة الحالية.